انتهت اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني وصدر البيان الختامي لمخرجاته بتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتنفيذ قراراته، أبرزها تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني بين الجانبين بالوتيرة والطريقة المناسبة التي تحفظ حقوق الفلسطينيين. وضعت آليات تلزم اللجنة التنفيذية بضرورة وضع كل هذه القرارات موضع تطبيق وتقديم تقارير دورية للمجلس المركزي الذي يجب أن ينعقد وفقا لنظامه الداخلي، بما يمكن من مراقبة مدى تنفيذ هذه القرارات المتخذة. جملة القرارات والتعيينات التي خرجت عن المجلس المركزي قوبلت برفض تام من قبل الفصائل التي لم تشارك بالاجتماع، مؤكدة أن قراراته لم تختلف عما سبقها من قرارات اتخذت في المجلسين الوطني والمركزي الذي عقد عام 2018 ولم تنفذ وما زالت حبيسة الأدراج حتى اللحظة. لا نعترف بأي قرارات ولا تعيينات ولا تكليفات صدرت من هذا المجلس الانقسامي، مجلس التفرد والهيمنة، وندعو إلى حوار وطني جاد يؤسس لمجلس انتقالي ولانتخابات وطنية شاملة لإعادة بناء منظمة التحرير، أي البيت الجامع للكل الفلسطيني. مراقبون رأوا أن قرارات المجلس المركزي لم تأتي بجديد سوى باستكمال الشواغل في اللجنة التنفيذية وتعيين شخصيات جديدة فيه، مؤكدين أنه زاد من حالة الانقسام في الحالة السياسية الفلسطينية كونه عقد دون توافق وطني، وأن قراراته تحتاج إلى آليات واضحة للتطبيق خاصة المتعلقة بالعلاقة مع إسرائيل. إذا بقيت يعني تكرار لقرارات سابقة وهي للإعلام ولرأي العام العالمي فقط برسائل من أجل يعني إنقاذ ما يسمى بعملية السلام والتدخل، فتبقى قيمتها غير يعني كبيرة في المسار السياسي الفلسطيني. رغم أنها تبقى حبرا على ورق كما في المرات السابقة، فإن قرارات المجلس المركزي تعكس مدى خطورة ما تمر به القضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب ترتيب البيت الداخلي لمواجهة محاولات تصفيتها. بين مؤيد ومعارض لمخرجات المجلس المركزي وما مدى جدوى تنفيذها، يتطلع الشارع الفلسطيني إلى إجراء انتخابات عامة تنهي حالة الانقسام الداخلي وتحقيق المصالحة الفلسطينية وتكريس الحياة الديمقراطية. عامر الفرة، اليوم، قطاع غزة.